الموبايل بتاعي تعملي بيه ايه يعني؟ هتدي للميس بتاعتك ميس دي كول عشان مثلا تقولي لها ان انت حليتي الواجب؟ انا شايفه ان دي احسن طريقه للتواصل تكنولوجيا وحل الهوم ورك بالاضافه للتواصل الانساني ما بين التلميذ والاستاذ. اه يعني انت رايك ان الجماعه بتوع التربيه والتعليم يسيبوا التعليم بقى ويشتغلوا في كروت الشحن؟ لا يا بابا، انا عاوزه الموبايل بتاعك عشان اخده معايا الفصل. مش معنى نرمين؟ قصدك ميس نرمين يعني؟ لا يا بابا، نرمين دي صاحبتي، معاها موبايل بكاميرتين بتصورنا بيه في الفسحه. طب ما دام الموبايل بتاعها بكاميرتين، انت خدي كاميرا واديها كاميرا. ياسمين، انا 300,000 مره اقولك لو سمحتي ما تبصيش لحاجه غيرك. يمكن ما تعرفش ان الموبايل ده بتاعها مثلا كان في الجراب ولا حاجه يعني. لا لا يا عادل، لا، المبدا لا يتقطع يا عادل، ده مبدا. اه صح 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 يا رن. بصي بقى يا ياسمين يا حبيبتي، انت ما تبصيش لاي حاجه بتاعه اي حد، لان مثلا ممكن دي تجيب كاميرا النهارده، التانية مثلا ممكن تجيب مكنه تصوير مستندات، الثالثه طياره توصلها لغايه المدرسه، ما لناش دعوه بحد. مش معنى انت يا ماما يعني طلبتي مكنه كابتشينو من بابا زي بتاعه ام ميرفا؟ انت شفتيني جبتها لها؟ انت ما تعرفيش اللي حصل بيني وبين ماما يوم ما طلبت الطلب ده. عادل يا عادل، لو سمحت، انت وعدتني ان انت تجيب لي ماكينه الكابتشينو في عيد العمال. طيب وعيد العمال جه، انت شفتي فيه اي نسبه مثلا زادت على اجر العمال؟ اما يجي عيد العمال ان شاء الله. يا هاني، افهم كل اللي معايا 100,000 جنيه ومعرفش اذا كانوا هيكفوني الاسبوع ده ولا لا. ايوه طبعا لازم نقلل من خروجاتنا. انجي صاحبتي، اهلا وسهلا. لا طبعا مش للدرجه دي، الويك اند بتاعتنا هنقضيها زي كل اسبوع في فرنسا. هو ده اعلان موبايلات ولا انا مش فاهم حاجه؟ بقول لك انجي صاحبتي. يا ست عرفنا ان هي صاحبتك، انا مش عارف يعني بتصاحبي دايما الاقصر منك ليه يعني، ومع ذلك عرفنا ان دي انجي وانها صاحبتك وان هي مرتبطه بهاني مش علي. استني استني، مش دي انجي بنت محسن رستم اللي هو اكبر واحد صاحب كرة مشاتي ومصايف جزر الكاريبي؟ جزر الكاريبي بقى واللي حواليها، اللي هي هونولولو وراس البر ودمياط الجديده. طبعا طبعا هو ليه استثمارات سياحيه في كل انحاء العالم، بس يا خساره بقى طلع اب مفتري. تصوري انه اتجوز السكرتيره بتاعته بعد ما مامتها ماتت. يا بنتي معروفه، 99% من مديرين العالم تزوجنا بالسكرتيرات بتاعتهن، علشان كده انا ارفض رفضا باتا ان عادل يجيب اي واحده بنت سكرتيره عنده. طبعا انا اجيب سكرتيره ليه؟ انا كفايه رمزي مكفيني بغباوته يعني. بقول لك ايه، سؤال يعني، هي شحنه كارت بكام؟ كارت ايه يا ابي؟
ده باباها صاحب شبكة المحمول الرابعة. طب خليه بقى يجيب لي موبايل بكاميرا. بنت 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 قلنا ايه؟ ما نطلبش حاجة في ايد حد. بقولك ايه، هو ممكن يظبطنا يعني نمر مميزة؟ بصي يا ابي، هي دلوقتي متخانقة مع باباها وجاية هنا اسبوع واحد بس تريح اعصابها وراجعة تاني. اوكي باي باي. معي هاي هاي نجلة، استقريتوا هنام في انهي اوضة؟ طبعا في احسن اوضة، الاوضة دي. طب انا سو تايرد، هخش انام ولما اصحى تكوني جهزتي حمامي السخن. اوكي. لو سمحتي انكل. نعم. شنطتي في شنطة العربية، ممكن تنزل تجيبها لي؟ نعم. اللي بيحصل ده معقولة؟ معقولة يا رانيا هتيجي تقعد عندنا هنا؟ تقعد عندنا فين؟ وانا ناقص ده، انا عايش في سيرك يا ماما. معلش وطي صوتك يا عادل، البنت هتسمع بره. انا عايزها تسمع، عايزها تسمع. وبعدين انا تقول لي انزل هات لي شنطتي من شنطة العربية، انت سمعتيها وهي بتقول لي؟ يا بيبي هي مش كان قصدها خالص، ده هي شافتك. الحمد لله كده انت الوحيد اللي في البيت مفتول العضلات وذو منكبين عريضين، فقالت انت الوحيد اللي هتنفع في المهمة دي. يا سلام، طب ما عندك الجماعة بتوع ابطال كمال الاجسام، ولا الناس اللي بيشيلوا حديد، ولا اللي بياخدوا بطولات وميداليات، بعد كده بقى دول يروحوا يشتغلوا في محطة مصر شيالين بقى. عادل عادل يا حبيبي، فين اخلاق ابن البلد؟ فين اخلاق الحاره المصريه؟ حاره مصريه؟ عايزانا افرجها على اخلاق الحاره المصريه؟ هخرج افرجها حالا. وبعدين دي بنت دلوعه اساسا، ما تروح تقعد في اي جزيره ولا فيلا ولا قصر من قصور ابوها. يا عادل ده عمل انساني يا عادل. انسين انت يا رانيا، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، وبعدين انا مش مسؤول عنها يا ستي، دي مسؤوليه. بنت تيجي تقعد عندي في البيت دي مسؤوليه. اخس عليك يا عادل، حرام عليك يا عادل، انت مش حاسس بالمأساه والمعاناه لان جالها مرات اب. مالها مرات الاب؟ احنا شفنا ايه غلط من مرات الاب؟ مرات ابوها هتعمل لها ايه؟ هتبعتها تجيب لها جاز مثلا، ولا تبعتها مثلا تعمر لها ابور الجاي؟ يعني في ايه؟ في ايه معادي يعني؟ خلاص يا عادل، البنوته جايه تقعد عندنا اسبوع عشان تريح اعصابها وهتمشي. لعلمك كل اللي جم هنا اهو، اللي قاعدين بره وعاملين للسيرك دول، كلهم كانوا جايين عشان يريحوا اعصابهم لمده اسبوع، وبعدين لبدوا يا ماما، لبدوا. انا متاكده انها هتمشي، عارف ليه؟ لان الاحصائيات العلميه العالميه بتقول ان 99% من مديرين الشركات يتزوجن بسكرتيراتهن بيطلقهن بعد شهر. انا مش فاهم الاحصائيات دي انت بتجيبيها منين، وانت الوحيده اللي بتقري الحاجات دي في الكتب يعني. وبعدين افرضي بقى ابوها طلق السكرتيره بتاعته دي، هتيجي تقعد هي كمان عندنا هنا ولا ايه؟ خلاص يا عادل عديها يا حبيبي. ماشي 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 يا رانيا، عديها. بس لعلمك بقى انا مش هنزل اجيب شنط من شنط العربيه عشان خاطري يا عادل. مش هجيب الشنطه بتاعتها، وكلمتي لا يمكن تنزل الارض ابدا. عادل خلاص، المره دي هتنزل الارض، المره الجايه لا يمكن تنزل ابدا. الموقف اللي انتي عملتيه معايا ده مش هنساهولك ابدا. يعني بعد كده هتاخديني معاكي صيف في جامايكا؟ طبعا بعد الموقف ده هاخدك معايا في كل حته. يس. انت يا جزمه، انا مش قلت لك 100 مره لما تطفحي وتخلصي طفح تغسلي مكان ما طفحتي، ولا اروح اجيب حد من الشارع يلم زبالتك؟ مش انا اللي كلت. حتى لو مش انت اللي اكلتي، انت ازاي تخلي الخدامه تكلمك بالطريقه زي دي؟ خدامه؟ انا خدامه؟ دي ليلة باباكي كوبيا. تعالي لي بقى، تعالي. اوعي الحقولي الحقولي، امن. ده انت لو جبتي امن المركزي مش هيقطعك من ايديا. ادي ده ادي ده، الاصواتات بتاعتك جايه. بس هشت. ايه ده؟ ده انا هقطعها، ده انا هنسلها حتت حتت كده. الخدامة دي عاوزة تضربني يا طنط. خدامة ليه؟ شايفاني ايه؟ لابسة قمط على دماغي ولابسة بنطلون كاستور ومشمرة. لا يا حبيبتي رزقي سابق كتير، مش معقول ده اكتر من كده. بصي على منظرك، انتي اسخن من خدامة. بصي على منظرك. ايه انا كنت لابسه اللبس ده عشان كنت بنظف البيت. تنظفي البيت؟ لا معلش بقى، عشان دي ضيفه عندنا. ضيفه ايه دي؟ منظر ضيفه دي؟ ديت ليها ضرب عرفي وهربانه من الولا وهربانه من ابوها. ما هي الزباله دي، ما تجيبش الا الزباله دي. اوه دي فالجر قوي. وكمان بتقولي لي فالجر؟ بس 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 يا بس 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 اطلعي بره بره. اطلعي، انت مش بايته عندنا؟ استني عليا بره اختي. دي بوظت لي اعصابي. معلش يا انجي حبيبتي، حقك عليا. بليز يا طنط، ممكن تعملي لي عصير توت بسرعه عشان اريح اعصابي؟ بس ممكن تغسلي الكوبايه كويس؟ شوفوا توا انت. استني انا
عليك. عادل ايه ايه؟ بص يا عادل بص، انت تشوف لك صرفه مع البنت اللي اسمها انجي دي. يرضيك انها تطلب مني لما عليها الجزمه ليه وانا بشتغل ايه؟ عادل انا اختك سناء بشتغل ايه؟ بشتغل خدامه. وانا حاولت ان انا اعلمها الادب لكن دي بنت قليله الادب. انا شغلني طباخه جامي. ويا ريت الوجبات اللي بنعملها بتعجبها، الا في الاخر بتسخر من وجباتي ومشروباتي. مادام بتسخر من وجباتك ومشروباتك هبتدي بجد بقى في الفتره اللي جايه احترمها ان شاء الله. احترمها ده انت كده بتشجعها. انا برضو اللي بشجعها يا ماما، مش انتوا اللي قعدتوا كلكم تتحايلوا عليا وعملتوا لي فيها الام المثاليه؟ عادل اخشى ما اخشاه انه يحصل تاثر عاطفي استهلاكي النزعه، حس ان البنت يا حبيبي سلوكها استفزازي فعلا. يا عادل دي بتصرف في حوالي 300 دولار في اليوم، وانا بصراحه خايفه على البنات يحاولوا يقلدوها ويبصوا للحاجه اللي معاها. بص بقى يا عادل لغايه كده وكفايه انا خالص بقى، يا ريت بقى تعرف تصرفها. اصرفها ايه دي على اساس ان هي ايه العفريته انجي؟ فين بنتك نجلاء؟ يا نجلاء نجلاء. ايوه يا بيه، ممكن بس تديني 10 دقايق لحد ما اخلص كوي هدوم انجي احسن قربت دي. اولا صاحبتك دي بقى لها اسبوع قاعد عندنا نمبر طعب في الشقه، لا المشكله اتحلت ولا ابوها سال اصلا. يا ابي انت مش فاهم، اصل باباها كان في شهر العسل. يا سلام، يعني ابوها يقعد في شهر العسل وانا افضل هنا اخرط في بصل؟ ما تروح تقعد يا ستي في اي فيلا ولا اي قصر من القصور بتاعتهم. اصل هي نفسيا مش قادره تتحمل انها تقعد مع مرات ابوها في بيت واحد. يا سلام، بصي انا من الاخر كده انا خلصت كل رصيدي من الجدعنه والشهامه بتاعت اولاد البلد، هاتيلي نمره ابوها عشان اكلمه واحرك عنده غريزه الابوه شويه. حاضر، اول ما انجي تيجي هجيب لك الرقم منها. هاي عليكم. وعليكم الهاي يا سيدي. دول الناس اللي انا قاعده عندهم. مش بطلين. هو ايه اللي مش بطلين؟ هي بتفرجك على شمسيه وكراسي بحر. تعالى هنا نقعد في الاوضه عندي. استنى هان، استنى حبيبي. زي ايه؟ رايح فين؟ معاها فين؟ انا وهي جوه. على اساس ان انا ربع ساعه ابعت لكم الشيطان ولا ايه؟ انت عبيط يا لا. لا مش عبيط يعني. اطلع بره يالا، اطلع بره يالا. ايه ده؟ ده البوي فريند بتاعي. فريند ايه؟ انتوا بوظتوا الصداقه بمعنى. اطلع بره، اطلع بره، يلا بره بره بره. بجد كده اوفر؟ انا هتصل بامن المبنى. مين امين الشرطه اللي عايش جوه نافوخك ده؟ امن مبنى ايه يا ام امن انت؟ عادل بص يا نسا انجي، قبل ما افقد اعصابي اديني نمرة والدك لو سمحتي. محدش بيرد برضه. يا دولا ده مستكبر عليك يا دولا، ده انت من اول النهار عمال ترنله وهو ولا هو هنا اهو، ده تلاقيه عم واخد اجازه من الموبايل وقافله. قافل الموبايل وانا عمال ارنله؟ ما تبطل بقى يا رمزي، مش ناقصه غبائك على الصبح، حتى السكرتيره بتاعته كمان برضه ما بتردش. طب يا دولا ايه رايك بقى؟ يمكن هما الاتنين مزنوقين في المترو والشبكه واقفه. ده على اساس هو والسكرتيره بيقضوا شهر العسل في محطه المرج يعني. ما تتكلمش انت خالص، ما تتكلمش، ما تفكرش يا رمزي لو سمحت. انا مش عارف اعمل ايه في المصيبه اللي عندي دي، واضح ان هي قعدت في قلبيزي خلاص. ابو الرماميز ليك عنده حل يا دولا. ايه رايك بقى انت تجوزها الواد هانك دهون وتبقى خلصت منها؟ هاني كده هو؟ هاني يا ابني ده مش بتاع جواز اصلا. طب انا يا دولا بتاع جواز وربنا، وربنا انا بتاع جواز. انت احسن حاجه اتجوزها لي انا واقوم جاي بقى عايش معاك في البيت وتبقى كده وحليت المشكله. بص يا رمزي انت عمرك ما هتتجوز لان غبائك واقف في طريقك يا ابني. انا غبي؟ انت فاجئتني يا دولا بالموضوع ده. لا غبي غبي، يعني انا مثلا هسالك سؤال لو ما عرفتش تجاوب عليه تبقى غبي، لو عرفت تجاوب عليه تبقى غبي. ماشي اتفقنا. غبي ماشي. انا دلوقتي ايه هسالك سؤال سهل جدا، يعني ايه دلوقتي الفرق ايه بين النفق والكوبري وازاي الصحه؟ لا يا دولا دي صعبه قوي 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 دي. ابني سهله يا ابني، انت عشان غبي مش عارفها. النفق احنا بنمشي جواه، الكوبري بنمشي فوقيه. صح يا دولا صح. طب وازاي الصحه؟ زي الفل الحمد لله. دولا مش فاهم حاجه. عشان غبي يا ابني، غبي غبي. والله انا ذكي، والله انا ذكي. طب بص يا دولا اسال سؤال تاني وانا هجاوبك عليه وانا مغمض عيني. هنفضل مقضينا فوازير يعني ولا ايه؟ معلش يا دولا اسال. طب ايه الفرق بين البطيخه والمشمشه وازاي الصحه؟ البطيخه بنمشي جواها والمشمشه بنمشي فيها. انت عمرك مشيت جوا بطيخه؟ لا يا دولا. اي زيطه جاي فيها انت وخلاص؟ لا يا دولا انا اسف. يلا البطيخه احنا بناكل اللي جواها، المشمشه بناكل اللي براها. صح يا دولا صح صح. طب وازاي الصحه؟ زي الفل الحمد لله. دولا
اللي انا مش فاهم حاجه بقى. ما عشان غبي يلا غبي، انسى موضوع ان انت تتجوز دي خالص، انسى البت دي من دماغك. اه صح يا دولا نسيتها خلاص. طب بص يا دولا، ايه رايك بقى احنا نسم البت دي احسن ها من السم اللي هو بيدوخ ده، هو اللي هو السم اللعبه يعني. انا بتكلم معاك ليه؟ انا اللي غلطان، انا اللي غبي اني بتكلم معاك. لا يا دولا، ده انا بقول نو 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 يا دولا. هو الراجل. الو محسن باشا، زي صح. ايوه حضرتك، انا كلمتك اكتر من مره فعلا. انا اسمي عادل سعيد وبنتك عندي. لا خاطفها واطلب فديه. ايه حضرتك؟ لا 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 مش خاطفها ولا حاجه، دي منورانا في البيت. ايوه يا فندم. طيب انا عايز اقابلك بخصوصها لو سمحت. والله يا استاذ محسن يعني حضرتك ونعمه ما ربيت انجي بنت حضرتك ومثال للادب، ما تتخيلش حضرتك مبسوطين بيها في البيت عندي قد ايه. انا ربيت بنتي كويس قوي يا استاذ، بس للاسف هي طالعه عنيده زي. ايوه صراحه جزمه قديمه يعني. نعم هي انجي مخها جزمه قديمه، بس حضرتك يعني احنا عايزين نصلح بينكم وبين بعض وترجع لك بقى يعني. انا الحقيقه غلبت مع انجي، ما بتحبش لولا خالص مع ان لولا بتحبها جدا. هي صراحه تستاهل انها تحبها لانها بنت ما شاء الله هايله يعني. تصور تصور يا استاذ عادل، انا اخترت لولا دي بعد ما تاكدت انها بتحب انجي ومتعلقه بيها جدا. طيب اسال حضرتك سؤال، انجي ولا لولا؟ ما فيهاش كلام يا استاذ، لولا طبعا. ونعم الاب فعلا حضرتك. تصور حضرتك، انا اخترت لولا دي من بين 22 سكرتير، جربتهم كلهم لكن للاسف كلهم طلعوا طمعانين في ثروتي الا لولا. ايوه صراحه يعني لولا ما شاء الله هايله. حضرتك 22 سكرتيره يعني، انت لفيت على معهد السكرتاريه ولا ايه؟ استاذ عادل انا طالب منك خدمه قوي قوي تحت امرك. يعني انا ما اقدرش استغنى عن لولا، وكمان مش ممكن ابدا تفضل بنتي كده بعيده عني، فعايزك تكلمها وتحببها في لولا. احاول حضرتك، بس انا ما اعرفش حتى شكل لولا، ما عندكش صوره ليها على البحر مثلا؟ انجي صدقيني بجد لولا دي كويسه جدا. انا ما بطيقش اسمع الاسم ده. خلاص بلاش تقولي لها لولا، قولي لها مثلا سهير، سعاد، سميه، اي اسم يعني. انا مش قادره اتخيل حد يجي مكان مامي. لعلمك انتوا واخدين يعني فكره غلط قوي عن مرات الاب، يعني مثلا مامتك يعني لو في اي حاجه انت عملتيها اكيد هتزعل منك وتزعق لك وكده، لكن مرات الاب حنينه يعني مش هتزعق لك، ده هتداري عليكي. اصلا مامي عمرها ما زعقت لي. بلاش دي. طب انا اقول لك حاجه تانية، هي برضو امارات الاب دي بتعتبر حس معاكي في البيت، يعني مين بيطبخ لك؟ طباخ. بلاش الطبيخ، مين بيغسل لك هدومك مثلا النظيفه؟ سيرفنت. سيرفنت طيب بلاش دول كلهم، مين بيصحيكي من النوم؟ نب. بصي انا من اول ما شفت الصوره بتاعت مرات ابوكي دي صراحه ما استريحتلهاش، يعني انا لو منك ما استوعبهاش فعلا. مش عارف ابوكي اتجوزها ليه؟ برضه ما بيردش. ما يمكن مزنوق في المترو تاني يا دولا، هو ما حدش عارف يعني. مترو ايه؟ يا اي هيصه انت جاي فيها؟ مترو ايه اللي الراجل طب انت عارف ايه الفرق بين المترو والموتوسيكل وازاي الصحه؟ المترو بناكل اللي جواه والموتوسيكل بناكل اللي فيه. انت بتاكل بني ادمين؟ ده العادي بتاعك بتاكل بني ادمين؟ يا غبي يا غبي، المترو بيمشي بالكهرباء، الموتوسيكل بيمشي بالبنزين. اه صح يا دولا عليك نور صح. طب وازاي الصحه؟ كويس الحمد لله. دول انا مش فاهم حاجه بقى، مش فاهم حاجه خالص. وانا عشان غبي عشان غبي وعمال تعطلني طول الوقت، بس الراجل ده بقى انا مش هسكت له. ايه ده يا استاذ محسن؟ انت هتهاجر وتسيب بنتك عندي ولا ايه؟ انا خلاص ضعت يا استاذ عادل، بقيت على الحديده. ايه اللي حصل؟ السياحه اتضربت؟ انا اللي انضربت. لولا يا استاذ عادل لولا. لولا اكيد ضربت شهاده ومعهاش معهد سكرتاريه ولا حاجه. لولا ضربتني انا، اخدت كل اموالي ممتلكاتي، مضتني على توكيل واستولت على كل حاجه. خلاص محسن رستم بقى في الكازوزه. ممكن اطلب منك خدمه؟ طلباتك كترت قوي يا محسن يا كازوزه. يعني شهرين ثلاثه كده بس انجي تقعد عند حضرتك لحد ما ارجع اموالي وبعدين انتقم من لولا. ايوه حضرتك كده مش بتنتقم من لولا، انت حضرتك كده هو بتنتقم مني انا يعني.
معلش، هم شهر شهرين ثلاثة لحد ما أرجع كبير في السوق وألعب بالملايين. لا أنت هتعمل لي أبو تريكة بتاع السوق يعني ملايين إيه؟ حضرتك ماشي يعني أنا هجيب آخري معاك في الجدعانة، خلاص هخليها تقعد عندي الشهرين ثلاثة دول، هعمل إيه؟ طيب خلاص أنا هاجي معاك بقى عشان أفهمها على كل لحظة. ماشي أنا موافق تيجي معايا، بس على شرط حضرتك يعني تيجي تاخد واجبك وتتكل على الله على طول. حاضر حاضر، بس ما تجيش بقى تقعد تقول لي إيه أريح شوية الدنيا تمست. اتفقنا؟ حاضر اتفقنا. يلا اتفقنا. يلا اتفضل يا أستاذ مرسي. يعني عموما لو شافتك كده افتكرتك عم عبد السواق، ما تقلقش ما تقفش، هي دايما انجي كده تتلخبط. يا انجي انجي. مين؟ بابي؟ اكيد بقى عرفتك بقلبها يعني. انت جاي هنا ليه؟ لولا لولا يا حبيبتي ضحكت عليا وخدت كل حاجه وخلعتني، انا بقيت على الحديد ماليش في الدنيا غيرك دلوقتي. يا جماعه مش كده يا اخوانا، انا كده خلاص ابتديت اعيط. احسن يا بوبي، عشان الفلوس دي كنت هتفرقنا عن بعض. ايوه صح، لان الفقراء هم دايما اللي بيتجمعوا ما شاء الله. انت هتقعدي شهرين ثلاثة عند الناس الطيبين دول. خلي بالك حضرتك هم مش طيبين قوي يعني. شهرين ثلاثة لحد ما ارجع السوق واقف على رجلي. يا دي رجليك اللي مش عارف تقف عليها، منملة ولا ايه؟ خد يا حبيبتي الخمسين جنيه دي ماشي بيها نفسك شهرين ثلاثة. بوبي انا معايا البوكيت ماني بتاعي. اكيد نايمالها على 500 يا مثلا. 100,000 جنيه. نعم وسكتة؟ أصلا ما صرفتش وما خرجتش عشان كنت مكتئبة بسببك. عال 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 يا إنجي، أنت عارفة الإمبراطورية بتاعتي دي أنا عملتها بكام؟ ب145 جنيه، يعني ال100,000 جنيه دول خلال سنة واحدة هيبقوا ملايين. إيه هتصورهم بمكنة مستندات ولا إيه؟ لا يا أستاذ عادل، خلي بالك أنا لسه محسن رستم كفاءة. ليا اسمي وعلاقاتي في السوق. على العموم أنا متشكر إن أنت حافظت على بنتي إنجي، ولك عندي مفاجأة. لما هبني الامبراطوريه بتاعتي تاني من جديد ليك حجز عندي في جزر الكاريبي انت والاسره الكريمه. ايه ده بجد؟ جزر الكاريبي دي بعد دمياط؟ انا عاوزك توعدني وعد تاني خالص، انك لما تبني امبراطوريتك تشغل رجاله بس. بس كده من عينيا الاثنين، خلاص من النهارده اعتبريني انا عدو المراه، مفيش في حياتي غيرك انت يا انجي. ايوه ايوه دولة حبيبي. عايزي يا دولة. اسمع يا عم تعالى عشان عايزك في موضوع مهم قوي. موضوع مهم ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ عايز اسألك سؤال يا دولة عشان اعرف اذا كنت ذكي ولا ذكي يعني. ماشي حضر لي يعني. اتفضل. بص يا دولة، ايه الفرق ما بين الموز والخوخ وازاي الصحة؟ الموز بناكل اللي جواه والخوخ بناكل اللي براه. صح يا دقرم. طب وازاي الصحة؟ كويس الحمد لله. انت عامل ايه؟ ايه بقى يا دولة؟ كنت انا عايز اقول انا الحمد لله. عايز اقول الحمد لله؟ ايه دولة؟ الحمد لله. اطلع بره. يا دولة الحمد لله. مش هقول لك ازاي الصح. قول له النبي يا دولة. اقول لك ايه؟ قول لي ازاي الصح. الحمد لله كويس. يا دولة كنت انا عايز اطلع بره. ازاي الصح؟